لو وصلنا شي بلاصه سير على بركه. اهلا وسهلا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من سيدي سليمان، دائما من مدينه سيدي سليمان بالضبط. انتم معنا في هذا الجوله، واللي صراحه فبعد هذه الامطار ديال الخير واللي نعم علينا بها الله سبحانه وتعالى مره اخرى، كما جاء في العنوان ديال هذا البث المباشر، واقع البنيه التحتيه بهذه المدينه كيبان قدامنا يعني واحد الهشاشه كبيره كما كتشوفوا في الشارع. حنا في يعني في اهم احياء الدوار الجديد الان، كما كتشوفوا معنا فالمياه مجموعه في كل الجنبات، ومازال كاين اكثر من هذا الشيء. هذا مازال غتشوفوا معنا من خلال هذه الجوله هذه في غياب تام، يعني ما كاينش، ولو انه كانت الامطار الاولى شفنا شنو وقع في الدار البيضاء، شفنا شنو وقع في طنجه، شفنا شنو وقع في مدن لا الناظور ولا تطوان، كاع المدن ما سلماتش من هاد من هاد من هاد يعني من هاد ساعة، ما كايناش حتى ساعة ديال الشتاء كنشوفوا المدن ديالنا كتولي كتغرق. ولكن الاستثنائي واللي خاص هنا بمدينة سيدي سليمان هو أنه أصلا المدينة كتفتقر للبنية التحتية، إلا واللي غادي نقولوا هو الغيس اللي كتشوفوا الآن أمامنا، والصورة راه واضحة كنوضح لكم بكل وضوح الواقع ديال هذه البنية التحتية، الغيس، الزبل، كما المظاهر ديال المظاهر ديال 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 يعني ماشي ديال المدينه، مظاهر يعني حتى القريه ما عندناش، ما كاينش فيها هذا الشيء. هذا الله اعلم هاد الناس شنو كانوا كيديروا في طيله هاد المده ديال الانتداب ديالهم داخل هاد المجالس، واللي هما على عاتقهم مسؤوليه كبيره، وعلى عاتقهم اصوات ديال الناخبين، على عاتقهم المسؤوليه اللي كيوجهها القانون والدستور ديال البلاد، كذلك على عاتقهم المسؤوليه اللي عهدوا عليها وقسموا عليها يعني امام عاهل البلاد، امام صاحب الجلاله الله ينصره، والتوجيهات ديال صاحب الجلاله في كل خطاب، لانه انا كنعتبر صراحه ان الخطابات الملكيه هي خارطه الطريق، وحتى اللي ما عندوش حتى التكوين ولا ما فاهمش كاع العمل مع الناس فيتصنت غير الخطابات الملكيه والتوجيهات الملكيه، يكفي انه يعمل غير داك الشيء اللي كيقول سيدنا، فراه كون اكيد انه كان غادي يكون ناجح في المدينه ديالو ولا في القريه ديالو. سيدي سليمان الواقع ديالها واقع مرير، بحال الباديه بحال المدينه، باش نكونوا واضحين ونكونوا صريحين. الاقليم يتخبط في عدد من المشاكل، الناس ما عندهمش الضوء دابا، وكان عندنا حاله كانت دازت معنا في دوار ولاد الديب، لحد الان باقي ما كايناش استجابه ديال الشركه الموزعه للكهرباء، الناس باقيين في الظلمه لحد الان اكثر من 22 يوم. اين هو المسؤول؟ واش احنا ما كنديروش هذا الفيديو ولا كنديروا هذا المباشر باش نقلبوا على نشوفوا المشاهده، ولا كنقلبوا على ليفي اكثر ما اننا كنشوفوا يعني نوصلوا الرساله ديالنا ونوصلوا الرساله ديال المواطن. كيحضر معايا بعض ابناء مدينه سيدي سليمان، الابناء الغيورين، الناس اللي كي يعني بعض يعني كما كنعتبرهم انا قوى حيه في هاد المدينه هذه، واللي مدينه صراحه غنيه، وغنيه ملي كنقول غنيه غنيه بمؤهلاتها، غنيه بناسها، غنيه باليد العامله المتوفره، شباب موجود الحمد لله، كاينه كاين كفاءات. مدينة سيدي سليمان مدينة معطاءة، عطاتنا أطر وطنية على المستوى الوطني العالي، كفاءات الآن كنشوفوها في مراكز القرار في مجموعة من المدن، في مجموعة من 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 المناطق، وكيخدموا فيها وكيأديوا العمل ديالها. ولكن الواقع وما نراه الآن فهو عكس كل العكس، يعني المدينة الآن كتخبط في واحد العشوائية كبيرة، الله أعلم. ما غنقولوش علاش الآن جينا غنقولوا ندويو على 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 سيدي سليمان في هاد الوقيتة هادي، لكن سيدي سليمان كان خاصها تتحرك شحال هادي، الآن هادي حصيلة، يعني حنا كندويو دابا هادي حصيلة ديال واحد العمل، حصيلة ديال واحد الخمس سنوات ولا أكثر، أشنو دار فيها؟ الله أعلم. هناك مجموعة من التقارير، هناك تقارير ديال المفتشية العامة للإدارة الترابية، هناك عدد ديال يعني تقارير ديال المجلس الأعلى للحسابات، هناك عدد من التقارير، لكن
لحد الان باقي كننتظروا يعني تفعيل هذه التقارير وتحريكها وتقديم كل من سولت له ونفسه انه ياثر على هذه المدينه ولا ياثر على المواطنين وما يقدمش خدمات اللي خاصها تقدم لهاد الناس هادو، لانه صراحه عيب وعار انه الخدمات الاساسيه بمدينه سيدي سليمان ما زالت يعني منعدمه. ما عرفتش انا هاد 5 سنين اللي فاتت شنو دار في سيدي سليمان، شنو تصوب، ما عرفتش ان هاد المسؤول واش غادي يخجل ولا ما غاديش يخجل من اللي غادي نسولوه وتوجه ليه السؤال ديال ماذا قدمت للمدينه، اين هي انجازاتك، غادي 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 بالله غادي يهرب لنا شي ارقام اللي ما عمرنا سمعناهم في التاريخ وغيبقى علينا حق المدينه عاجزه وعندها عجز، عندها عجز، عندنا عجز هذه اللغه هذه طبنا بها، عندها مشكل في الديون غير المستخلصه، عندها كذا عندها كذا، وغنبقاو نحملوا المسؤوليه ثاني للمواطن كامله. المواطن حتى هو كيتحمل المسؤوليه هذه لا نقاش فيها، يعني لانه هو اللي كيختار النخب، هو اللي كيختار هاد الناس اللي كيسوقوه، هو اللي كيختار هاد الناس اللي كيتعطاهم يعني تعطاهم الصلاحيه باش انهم ينفذوا المشاريع اللي محتاجاها المدينه. فكما كتشوفوا الان ها هما كنشوفوا يعني الماشيه قدامنا، الغيس، الخضره في الارض، لا اسواق، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انا هذا الشيء كيضر في الخاطر، لانه احنا في 2021 المدينه باقا كتخبط في شي حويجات اللي صراحه كان ممكن حتى لو انه لو ضيق اليد مثلا عند هذه المجالس هذا المجلس مثلا الجماعي هنا ديال مدينه سيدي سليمان، فراه كاينه المجالس الاقليميه، كاين مجلس الجهه، وحنا الحمد لله رحنا في اطار المشروع الملكي ديال الجهويه الموسعه واللي كي يعني راه بدا التنزيل ديالو الان. اين سيدي سليمان من هذا الشيء كامل؟ اين سيدي سليمان من هذه المشاريع؟ معايا الاخوان السؤال موجه لكم انتم كفاعلين جمعويين، شنو ممكن تجاوبونا في هذا السؤال هذا؟ واش الناس الجمعوي ناعس لهذ الدرجه؟ واش ما كتحركوش؟ واش ما كدويوش؟ شكرا سيدي منير. سي سمير مرحبا بك معنا. شوف الشوارع، شوف جنبات الشوارع. نعم احنا كنشوفوا الان ها ما مجموع ما باش هذا القنت هذا هو ديال حي النهضه جبيرات ولاد الغازي. لا قلنا هاد الاحياء راه بعيده شي شويه على مقر العمالات سيدي سليمان، غنقولوا بعيدا عليهم بواحد 2 كيلومتر، ولكن ملي غنوصلوا حتى لحدا جنب عمالات سيدي سليمان ولا قرب المجلس البلدي، غنلقاو بانه في الطريق اللي كيدوز منها المسؤول الاول والمسؤول الثاني والمسؤول الثالث والرابع في الاقليم على مستوى الاقليم، كنلقاو فيها حفر اللي دازوا منهم سيارات عابرين الاقليم واضطر دخلوا لهم الروايد. حتى الجنبات ديال الطريق شو كيدايره صاحبي؟ ما تيتحركش حتى واحد باش يحل هذا المشكل ديال البنيه التحتيه. حنا كنحملوهم المسؤوليه جميعا. هذا المواطنين وقيله جمعوا التراب مساكن باش يعمروا ديك الضايق. المواطنين لا حول ولا قوه. شي نزيدك حاجه اخرى بالنسبه للمجتمع المدني، كاينه واحد الممارسه على مستوى الاداره المركزيه وعلى مستوى المجالس المنتخبه، وانهم تيقسموا المجتمع المدني 2 قسمات، قسمه تيشدوها تيحتويوها بشكل كبير وتيحاصروا القسمه الثانيه اللي كتقول لهم لا وتقول لي عندها غيره وعندها. وصراحه هذا المشكل عندكم اخي هنا، وصراحه انا كيعني كمتتبع يعني الشان مثلا الشان هنا اللي عندكم المحلي ديال هنا بالنسبه لسيدي سليمان، هو انه عندكم هاد المسألة ديال الولاءات يعني والشخصانة ديال العمل، الناس مرتبطة بالأشخاص أكثر ما مرتبطة بالمؤسسات وبالعمل ديال المؤسسات. أنت دابا كنت شارع في شارع الحسن الثاني، شارع محمد الخامس. نعم. شو الشارع كيما هذا من أهم الشوارع الرئيسية ديال المدينة. الشارع الرئيسي اللي كيربط بين سيدي سليمان قنيطرة وسيدي قاسم، شوف الحفر واش هذه ماشي عيب هذه الحفرة قداش؟ والمسؤول كيمر يوميا. معنا كذلك الأخ شهيد، تفضل أخي. سمحت السؤال موجه لك حتى انت بهذا الباب. غنخليو نقاش مفتوح استاذ منير وسي سمير عبر على هذه النقطة. أنا السؤال اللي طرحتي سي منير هو أين المسؤول؟ أنا غنجاوبك بالمسؤول أوت في سيدي سليمان. المسؤول غائب في سيدي سليمان. خارج التغطية. المسؤول ما كيحركوش ضمير في سيدي سليمان. المسؤول ما عندوش ولا ذرة غيرة على المدينة. وانا نقدر نقول لانه مهما ما تغيرش على المدينه فحس المواطنه غريب عليه، ربما عنده جنسيات في 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 من غير المغربيه، لان ملي تنقولوا مثلا المسؤول في سيدي سليمان تيمر على بعض
الاختلالات ولا بعض الاشياء اللي ما كترضيش المواطن. مثلا البنيه التحتيه، حنا كنقولوا تشوفوا البنيه التحتيه، دابا راه بخير البنيه التحتيه. البنيه التحتيه في الامطار الاخيره اللي مرات كانت كارثه، وعليها باش تعتقلوا الاخوان، اعتقلوا المواطنين اللي خرجوا واحتجوا من الضرر اللي كيمروا منه وتعتقلوا. والان اخر ما اعتقل الدواء على البنيه التحتيه، الدواء على البنيه التحتيه ودواء على الحق ديالو، دواء على الكرامه ودواء على العداله الاجتماعيه. ما كايناش في سيدي سليمان الكرامه وما كايناش في سيدي سليمان العداله الاجتماعيه. والمسؤول لا سيما السياسي، انا تنقول اوت جميع المجالس المنتخبه في سيدي سليمان ما عندهاش غيره، باش ما نجرحش اكثر، ما عندهاش غيره على على المدينه، ما عندهاش غيره على المواطن. همهم الوحيد هو المصالح الخاصه ديالهم. وغنقاطعك اسمح لي قبل من يمكن كنت غنوريك، انا غنوريك سي سيمونير واحد دقيقه. لي زومبيلونس هادو تقاموا 3 زومبيلونس، عافاك الا كان ممكن هاهم في انا ندور ونوريهم لك. ثلاثة دي زومبيلونس تقاموا ب 100 مليون. ثلاثة سيارة اسعاف تقاموا ب 100 مليون لمدة سنة تقريبا، هما واقفين عطلا. قال لك لان ربما يمكن ما عندهمش باش يديروا المازوط، ولا واش هذا مبرر؟ ثلاثة لي زومبيلونس، ثلاثة لي زومبيلونس جداد تبرمجوا مؤخرا وتصادقوا عليهم. احنا بالقرب من المجلس البلدي، هذا المجلس البلدي. نعم هذا هو الحفاري. نعم التروطوار، التروطوار عرفت. انا بغيت سي سمير لا كان ممكن وسي سي منير جنبات، انا بغيت ندوزك على الشارع المهم واللي فيه الانجازات. دابا لاميناجمون راه خدام، هذه القضيه ديال التبليط بلط ودوز بحالك وحفر ودوز، وغنحمل المسؤوليه عاوتاني للسلطه المحليه والاقليميه لان عندها سلطه الرقابه. واش مثلا هذا سي منير، واش هاد الحفره هادي ما عندش دور المجلس البلدي ولا السلطه المحليه انها تراقبها؟ واش حفر ودوز بحالك، دير القادوس ولا دير دوز الكابل وسير بحالك خليه محفور. انا الان طويله نورمالمون كتكون يعني كيدير داك الترونشي ديالو ملي كيسالي كيرجع كيما ما كاينش هادشي. سي منير انا قبيله، شوف اسمح لي، انا متاكد ان الفيسبوكيين غير من قبيله مشيت نجيب الخبز للدار لقيت كاميو طايح رايب غرق في واحد القنت، وانا غنديكم تشوفوا انا الكاميو لقيتو دابا مشى بحالو. ها سي منير، ها شوف الجنبات ديال الطريق. نعم. شوف لاميناجمون، الكاميرا كتوري كل شيء. ها لاميناجمون سي منير، ها لاميناجمون، شوف لاميناجمون كي دايره، ها الكاميرا كتبين للمشاهد. هذا المقر ديال المجلس البلدي. نعم. احنا امام الباب ديال المجلس البلدي. نعم. هذا المجلس البلدي، شوف قدامه سي منير والاخوان المشاهدين، شوف لاميناجمون. هذا كان شانطي، كان غودرون مزيان، بيطون مزيان، داز لاميناجمون خلاوه هكاك، راه صافي بريسكو ان موا ولا دو موا. والسلطه كتجي توقف هنا وتوقف السيارات ديالهم، ولا شكون اللي حرك له الضمير ديالو؟ مقابلنا حنا كمجتمع مدني، مقابلنا حنا الغيورين اللي ربما تنفضحوا الفساد. واش في بدايه السؤال اللي غنوجه لك، واش هو في بدايه يعني هاد يعني بدايه هاد البدايه ديال هذا المجلس يعني في 2016 من اللي بدا المجلس، واش البرنامج الموضوع امام المواطن؟ شوف قرب المنطقه الامنيه كاين الحفاري وكاين هذا غيبقى هكا. المشاهدين الكرام، هاد لاميناجمون غتبقى بحال هكا، هي المنطقه الامنيه والمجلس البلدي بعد بخيسك واحد 100 متر. احنا هنا في السونتر فيل، احنا في الشارع المهم، يعني بدون ذكر المؤسسات كاع، احنا في الشارع الاهم في مدينه، شوف في الشارع الاهم في مدينه سيدي سليمان الاهم، ولكن المؤسسات تحتضب احترام ديالها احتراما لها، خاصك تاهل المجال المحيط بها ماشي تخليها. وكيكون تسهيل الولوجيات، كيكون تسهيل الماموريه ديال العمل ديالهم حتى هما. لا شوف احنا كنشوفوا الشارع هو قدامنا، احنا انت شو الشارع كيدير، انت غادي في الشارع الرئيسي كله حفاري. شو الاهتزازات اللي تعرف الطوموبيله، تعرف بان راه ما كاينش ضمير ملي تكون غادي بالطوموبيله المسؤول وتهتز بك. الهامشيه كي غتكون سؤال وجيه، ولاد مالك، سؤال وجيه ولاد مالك. انا اعتبر انا ما كايناش في سيدي سليمان. سيدي ولاد مالك كتعاني بزاف، كتعاني ولاد مالك ملي تنقولوا ما كايناش، ما كاينش يعني ادنى
ادنى شرط كتوفر فيه الكرامه ما كاينش. نزيدك واحد الحاجه خويا منير، ركز على هاد السقيه والخاصه الخاصه هذه خاصه تبنات وتصرفت فيها ميزانيه. نعم. علاش ما خداماش؟ علاش نخليو حنايا نخليوها كتريب كتصدق؟ هذه خاصها تخدم، هذه ما خداماش وهذه تصرف عليها الملايين، هذه صرفت عليها ميزانيه كبيره لما تخدمش العام كامل، وعلاش غنديروها؟ علاش تخدم؟ علاش غاديرها؟ علاش صرفنا عليها هنا الملايين؟ وي وي الا ما كانش غتزيد جماليه ودير الدور ديالها بالنسبه للمدينه ولا فيها الخنز، دابا ولا فيها الخنز بكثرة ما حاسه. هذه راه تيتحاسبوا عليها، علاش ما تطلقش فيها انت الماء؟ نعم. علاش ما تخليهاش خدامه؟ ولكن الاخوان دابا انتم ولاد البلاد وانتم ولاد المدينه، كان تقرير ديال المفتشيه العامه للجماعات الترابيه وكان واحد خرج بمجموعه ديال الخروقات وتم تحديد المسؤوليات وتم يعني للرئيس المجلس السابق ولا رئيس المجلس الحالي، تم يعني كاينه مجموعه من النقاط اللي كتبين يعني الخلل وكتبين يعني كما كنشوفوا هذا واش كيحلوا الشارع وكيزيدوا بحالهم. صافي حنا غنوريك فين الكاميو، كنت تمشي بشويه نشوف نوريو للمشاهدين. انا غنوريك اكثر. ها هما الكماله، ها الخدمه اللي كيديروا. هذه هي الخدمه السيموني، هذه هي الخدمه كيخليوها بحال هكا. فينيسيون هذا، راه فينيسيون. صافي دابا هكا غيمشيو بحالهم، الله اعلم واش يخليه هكا واش غيزيدوا واش الله اعلم. انا غنوريك فين تقلب الكاميو. نعم. هذه الحفره هذه طاط شي كان مشيت في ديك الحفره. نعم. انا متاكد غيطر ما في فيسبوك لان ما كانش عندي تليفون ديالي باش نصوره. نعم. هنا الكاميو تقلب كان غارق في هاد الحفره هذه، كان غارق طاح الكاميو طاح شط اسريبه شط ترابات شحال ويلي هادشي راه عندو اكثر من شهرين. هو بحال هكا هو عادي عندنا حنا في سيدي سليمان، ولفنا شركه تحفر وتخلي تراب وتخلي التراب وتصلح وما تعاودش تقاد الامور. لا لا بلاصه فيها السي بوشعيب. المنتخبين اخويا هنايا في هذه مدينه سيدي سليمان والله العظيم ما باقي لحد الان شهرين وحنا كنجيو لمدينه سيدي سليمان، باقي لحد الان ودوينا وشحال من مره وجهنا النداء اكثر من مره للسيد رئيس المجلس، وجهنا النداء يعني العدد من القوى الحيه بهذه المدينه باش يعني يتواصلوا معنا ويعطيونا يعني ما سيمونير. سمح لي، شنو السبب اللي وصل المدينه لهذه الحاله هذه؟ لكن خويا لا حياه لمن تنادي، ما عرفناش الناس واش عندهم مشكله مع الاعلام ولا عندهم مشكل يعني ما عندهم ما يقولوا، والله ولا الله اعلم ما عرفنا شنو هو المشكل اللي كاين، لكن حتى واحد ما تواصل معنا لحد الساعه. معنا الاخوان هادو ابناء المنطقه اولاد سيدي سليمان وكذلك فاعلين جمعويين وكينشطوا بمدينه سيدي سليمان، وهانت كما كتشوف معنا الواقع اخويا فوق اي اعتبار. اش غيقول المنتخب؟ واش غيقول لي هاد البلاصه هي ضايعه؟ اش غيقول لي ديكور؟ اسمح لنا سي بوشعيب غنناقشوا نجاوبوك على انت كتشوف الواقع امامك. اسمح لنا الله يسلمك بخير غير هاد النقطه ونرجعوا نجاوبوك سي بوشعيب. هنا لما تيمر مسؤول كبير ديال العماله يوميا شاك جوغ. نعم. يوميا كيمر من هنا الاساسيه. نعم. فالجواب انا كنظن نخليه للمشاهد، الا كان المسؤول يوميا لان هذا الطريق ديال العماله يوميا تيمر المسؤول من هنا السي منير، وسمح لي انا غنخليك وهذا راه المدخل ديال المدينه سي منير. ركز عافاك الله يجزيك بخير. السيارات تضروا. شوف السي منير انا يلا طردت لي بنوا البارح راه حاضر معايا سي منير. انت هذا المسؤول الكبير ولا المسؤول الاول في الاقليم تيمر يوميا من هذه البلاصه من الصباح والعشيه. واش ما كاينش قوانين؟ ما نقولش ضمير، ما بعيد ما نقولو الضمير. واش ما كاينش قوانين؟ المسؤوليه شنو هي؟ فين كتجلى؟ الا كان المسؤول الاول ما عنده صلاحيات. احنا حاليا بها الحاجه اللي تخليها السي منير. نعم. هو هضر على تقرير المفتشيه. نعم. المفتشيه العامه بلا ما نهضروا على تقرير ديال المجلس على الحسابات، ولكن نهضروا على تقرير المفتشيه اللي طلعنا عليه وعرفناه فيه جرائم، فيه ربط المصلحه بالجماعه، فيه واحد داير شركه وتيدوز راسو الصفقات، والشركه اللي خدام بها هي شركه كانت خدامه معاه ملي كان في قطاع اخر، ورغم ذلك حتى واحد ما تيهضر
ومن اللي كنحتجوا كيردونا خايبا. لا حنا ماشي خايبا. اذا دابا باش نكونوا موضوعيين، اذا تفاعليات ديال المدينه هي كتحمل المسؤوليه، هي كتحمل المسؤوليه لانها ساكته. شوف المجتمع المدني اللي ما كيهضرش، علاش ساكت؟ دابا شوف علاش توقف هنايا الله يستر. امام المحكمه، حنا قدام امام المحكمه ديال سيدي سليمان، واش ماشي عيب وعار تخليو القضاة والمحامون والمواطنون انهم يدخلوا المحكمة في هذا الوضع؟ واش ملي يدخل هنا يجي يدخلوا المسؤولين، يجي يدخل هنايا السيد رئيس المحكمة والسيد وكيل الملك، يدخل المحكمة ما تصلحوش هاد البلاصة، مشيتو قدام العمالة درتو شوية العكر، خليتو المحكمة تتعاني. هاد الشيء حنا كنعبروا على الاحتجاج ديالنا حتى حنا كمجتمع مدني. احنا ما ساكتينش، احنا كنهضروا، احنا كنتواصلوا مع الاعلام الغيور. انت دابا هادي على بعد وقيلة 10 متر من العماله، والاكثر مراره هي انها ممر ديال التلاميذ، ديال واحد 2000 تلميذ. هذه المدخل ديال الثانويه على الفاسي، ملي 2000 تلميذ يدخل في هذا الوضع الكارثي ويدخل هنا لسيدي سليمان يدخل يقرا المؤسسته وهو كيدوز في الغيس وتيدوز في الماء. اين هما برلمانيو سيدي سليمان؟ شوف واش شحال غايبين، شحال كاين من مقاعد، شحال من مقاعد برلمانيين ديال سيدي سليمان؟ غنقولها غائبون، ما كاينش عندنا برلماني في سيدي سليمان. ها العماله السيمونيه، ما عندناش برلماني في سيدي سليمان. لو كان عندنا برلماني في سيدي سليمان كان يحسب له، ولا تنقولوا يحسب ويقعد له. نعم. البرلماني ما كاينش في سيدي سليمان، كان برلماني عن واحد الحزب اللي كان سبق دابا تعزل. ما داروا والو. باش نقول لك، كانوا مبلوكينو، ديروا البلوكاج، وما عرفتش انا لان الحيثيات ما غنعرفوهاش اكثر. حنا كمجتمع مدني كنراقبوها من السطح، عرفتش الحيثيات انا كيفاش علاش بلوكاوه، ولكن ما كان والو طيله المده 3 سنوات ما كان والو. رجعوا هنا تنوريك السيمونير غير بعد البرلمان. السي الرئيس الجديد اللي جا التحق بعد العزل ديال الرئيس الاول، جا مفهوم جديد بعد انه كان مسؤول على واحد القطاع وشل فيه في قطاع الصحه، بعد انه كان مندوب للقطاع الصحه بسيدي سليمان وفشل في هذا القطاع. ماشي الكلام ديالي، ها السبيطار، شوف المدخل ديال الثانويه، هذا المدخل ديال الثانويه تاع الفاسي، وهذا المدخل ديال العماله، هذا المدخل ديال العماله، شوف المدخل تاعو تيعاني، هذا المدخل ديال العماله ملي كيدخل سيد العامل والمسؤولين جميع الاطور ديال علاش ما كاينش قنوات الصرف ديال المياه ولا بعشوائي، هذا محطوط عشوائي محطوط شي واحد شاط عليه شي رضيو هادو باش يرضيو، هذا يمكن شي تليفون وهاد زدت شي هاد رجعوا راه واقيلا دار بشي 9000 درهم من المتر. نرجعوا للمسؤول السياسي مريم رميكي. لالا هنا في جوله في مدينه سيدي سليمان وكنشوفوا يعني اقل من 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 5 دقائق او اكثر، ما كاينش حتى شي 20 دقيقه ديال الشتاء، فكانت ان شوفوا الحاله اللي خلات فيها المدينه الان، كلها ضايات، كلها غيس، كلها حفاري، واقع مرير هذا كتعيشوا مدينه سيدي سليمان في الوقت اللي يعني المدينه عندها تبارك الله رجالاتها، وعندها يعني عندها مكوناتها، وعندها مؤهلات اقتصاديه ومؤهلات يعني فلاحيه كبيره اللي ممكن انها تصنفها من بين المدن اللي تكون مدن يعني رائده حتى هي كباقي المدن ديال المغرب، اللي كهادشي اللي سمعناه يعني من عند عدد ديال الساكنه. علاش ما تكونش مدينتنا حتى حنا فيها مدخل زوين، فيها لونتخي، فيها شوارع زوينين، على الاقل على الاقل على الاقل. فهادشي كيعطي حتى المواطن كيعطيه واحد كيخليه يحب المكان اللي هو فيه، كتخليه تربط يعني كيرتبط بالمكان اكثر من انك يعني كتخلق هذا الجو يعني المكهرب، يعني مكهرب مشحون، كيشوف المواطن كيشوف قدامه الحفاري كيدخل بسبرديلته مجلخه عامره غيس، كيولي يحس براسو كيتبهدل. سي منير المواطن ولكن حتى هو كيتحمل المسؤوليه، انا كنحملوا المسؤوليه كامله. شوف شوف امام مؤسسه تعليميه، حنا امام مؤسسه تعليميه كما كتشوفوا معنا، فهذا الشيء زعما كنخافوا الطوموبيله تغرق كامله. لا 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 ما تدخلش ما تدخلش ما تدخلش غنوليو غارقين هنايا، رجع للور. هذه امام مؤسسه انتم كما كتشوفوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، فانت هنا كاين 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 يعني مدرسه الامل. رجع شويه للور باش نهبط، بغيت نهبط، خليه يهبط. شوف السيد منين غادي مسكين، فا
فهذا الشيء يعني هادو تلاميذ ديال 6 سنين 7 سنين 8 سنين اسيدي راه ما كايناش غير الجامعه راه كاينه الجهه كاين المجلس الاقليمي كاين عدد ديال الحويجات اللي ممكن نعتمدوا عليهم اننا نرفعوا من القيمه ديال هذه المدينه. شوفوا معنا شوفوا معنا مشاهدينا ما كندويوش من فراغ هذا الشيء راه كيضر في الخاطر وهذه الطريق جديده راه ما قديمهاش والحي كله جديد كيبان لي يلاه كيتبنى اصلا كما قلت يا سيمونير رجعوا للبرلماني برلماني الامه نعم برلماني اللي كيمثل اكبر عدد من السكينه حدا الوزير حدا المدير برلماني اللي يمكن له كما قال واحد المسؤول مؤخرا يمكن له يمشي عند الوزير ويحل الباب برلماني ناس يوجه رساله ولا يوجه سؤال كتابي ولا يوجه كاين البرلماني الخائف اللي تيخاف كاين البرلماني الضعيف الشخصيه وكاين البرلماني الناس تا كتجي هاد الوجيبه ديال التقيطقات ديال رمضان عاتي رمضان انتخابي كنعني به شويه بشويه بشويه عاد تيبدا ماشي حنا ولفنا سمحوا لنا على الاهتزاز ديال الصوره فراه الحفره تبارك الله كما كتشوفوا معنا حتى الازقه حتى هي لا تسلم يعني ما كاين لا تبليط لا زناقي لا حتى شي حاجه وهذا الشيء راه ماشي غير هنا راه سيدي سليمان كامل والبناء العشوائي قدام امام عيونك بن عدي خلاها سي سمير نعم اختي هذا ماشي حتى الغش هذا دابا كون غد دارت شي خدمه وغشوا فيها نقولوا ماشي مشكل دابا ما دار والو ما دار لا غش لا صح هذا هو المشكل انا غنحمل مسؤوليه الرجال اللي كانوا برلمانيين رجال غنحمل راه ثلاثه البرلمانيين السيمونير انا كنقول لك انا اقسم بالله ما شتت واحد انا بلاك في الغاده دابا هذه ودر مدينه هذا حي من ارقى الاحياء الجديده في مدينه سيدي سليمان هذا حي من الاحياء هذا باش تسكن فيه خاصك تكون كتوجي اكثر من 10000 درهم باش تسكن تقدر تسكن هنا شحال واصل لابارتمون دابا هنا والمترو راه واصل بلا فلوس علاش اخويا على هذا الغيس الحواري راه الرئيس مسكين تا هو راه تا هو تيعاني تا هو بلاتي بلاتي رجع اخويا رجع هذا حي شوفوا معنا هاد الزنقه مشاهدينا احنا الان حتى المسؤول الا ما كانش شايف هذا الشيء راه حنا كنوريوه ليه غير باش نكونوا واضحين حنا ما كنوريوش غير المواطن ولكن كنوريوه حتى للمسؤولين فالمسؤولين هنا في سيدي سليمان الا ما كانوش لا ما بانش لهم هذا الشيء فراه كاين المسؤولين على مستوى الولايه على مستوى الجهه على المستوى المركزي حتى هما يشوفوا الواقع ديال هذه المدينه هذه ويشوفوا ان المواطن الغرباوي ولا الناس ديال سيدي سليمان كاينه ميزانيات كترصد كاينه اموال كتحط من فين كتمشي الله اعلم واش كاين شي اولويات اخرى اللي نقدروا نقولوا انه فوالا راه الناس راه واقيلا كاين اولويات ولا غيديروا لنا بحال شي مجالس بحال واحد المجلس ممكن الله يسمح ليه دوينا معاه مع الاناره العموميه قال لك لا راه كورونا هي اللي داتها لينا بحال الضو ضربته كورونا راه لا حول ولا قوه الا بالله زعما هادشي كيضحك والله الا كيضحك انا كنقول ان دستور 2011 او الدستور الجديد انهما فيتنا احنا كمواطنين بعدا وفيت النخب ديالنا حتى النخب ديالنا ما استوعباتوش كما قالوا سيمونيا باش نكونوا واضحين لانه الدستور ولا لا حال ظرف الشارع دابا هذاك كيخرج من داره وكيغادي شي زوينه سيمونيا غنوريك بيكوسا سيمونير كما قال كاينه شوف كاين المؤسسه الملكيه اللي غادا بسرعه التي جي في وكاين المؤسسات الاخرى اللي غادا بسرعه السلحفات ولا سيما المؤسسات السياسيه هذه الملاحظه الان ولا كيقولها المواطن باينه صاحبي المواطن براسو ولا وصل لهاد القناعه ان المشاريع الملكيه والحمد لله وهذا الشيء احنا يعني كرجال يعني كمشاريع لا كرجال الاعلام وهذا الشيء اللي كنحسوه اللي كيتجسد في الواقع ان المواطن يعني في المشاريع الملكيه وهذه كيقولها المواطن احنا كنثيقوا غير في سيدنا المواطن دابا ولا كيقول لك سيدنا كيعطينا والمسؤول ما كيوصلش لينا فهمتيني شوف كما كنشوفوا يعني راه ماشي غير زنقه واحده فعدد من الازقه وحي نقي حي جديد هانتوا كما كتشوفوا معايا الصوره واضحه والان احنا على المباشر الكاد جي داير خدمتها كتوصل على المباشر من الحفره من الضايا للهاتف ديالك شوف اشنو واقع هذا الشيء ماشي للفرجه هذا الشيء ماشي للمشاهده بل من اجل انه نعتقوا نديروا هذا الشيء للناس اللي غادي يجيو المجالس الجايه وهذه يعني المسؤوليه ديالكم حتى انتم كجمعويين تحملوا مسؤوليتكم بارك ما اننا نبقاو نلوحوا على هذا وعلى هذا ملي تكون الامور ما غاداش هي هذيك نوقفوا اسيدي ونقولوا لا اما نسكتوا 5 سنين ولا نسكتوا 6 سنين تنخليو يعملوا فينا ما يعملوا ويقضيو غرضاتهم ويديروا ما بغاو سيمونير شوف السيد الرئيس راه ساكن هنا مسكين
هذا الحي اللي ساكن فيه رئيس الجامعة. هذه الزنقة اللي نسكن فيها. ودابا شنو رئيس الجامعة غيشوف ماشي رئيس جامعة اخر يشوف ولا هادشي؟ قال لك واش باع الدار ولا ما نعرف. المهم هذا هنا في هذه الدار اللي شرا الرئيس والدار اللي بنا الرئيس يمكن باعها ولا ما باعهاش. استفد منها في شوف الزنقة شوف قدام ما عرفناش هذاك الحجر وداك الشيء منين جا القادوس هذاك الشيء ما عرفناش هذاك الشيء. شوف طر الزبل فين تكريا كان عطر الزبل في هذه الحومه كامله كتبعد 20000 قطار. علاش القادوس بهذا الشكل وما كاينش في المدينه كامله؟ طر الزبل لا كاين في المدن كاين بعض الطروات هادو واحد ليكزامبل جديد داروه. نعم. تحت السوتيران طروات الزبل السوتيران عرفتهم كاينين حتى في هذه داروها على ود مسكين الرئيس ما عندوش فين يرمي الزبل داروها قريبه ليه مسكين نعم لا ليه محلو الثقه ديالنا انت شو ضايا السيد الرئيس انت السيد الرئيس انت السيد نزيدك هذا الشيء اللي شتي دابا هذا الكانكاسور اسمح لي امونيا هذا الكانكاسور اللي شتي هذه مجهودات ديال الساكنه هاد الكياس هاد الكياس اللي شتي مجهودات ديال الساكنه تاع عمرو حفاري بيديهم يلاه شتا التساقطات اللي مرت من قبل وكانت عندها كانت نيت امطار امطار خير اخويا هذه كنت تسناو اربع سنين هذه ولينا سي مونير والله سيدي لهنا راه هذا المستشارين بغاو يندمونا على الشتا واش هاد الرؤساء والمنتخبين بغاو يندمونا على الشتا الشتا رحمه ديال الله راه نعمه من عند الله هاد العام الناس يلاه غتصيف الناس يلاه غتفلح الفلاح مسكين يلا رجع فيه الدم كما كنقولوا ربع سنين ما شافش يعني هاكي تساطح كما كنقولوا بالعاميه ديالنا ف زعما صراحه عندنا ثقه كما عندنا ثقه في صاحب الجلاله نعم عندنا ثقه حتى في الوالي زينب العدوي نعم والدور ديالها كبير نعم من الاطر الوطنيه اللي كتشهد لها بالنزاهه ديالها وبالعمل الكبير اللي كتقوم به كنثقوا بزاف في الوالي زينب العدوي نعم وكنرحبوا بها في سيدي سليمان كنتمنوا انها دير زياره تجدد زياره وتفعل هي شخصيا تقارير ديال المفتشية العامة جميع المجالس راه ما كنحدوش هي المجلس البلدي الشمال كي غيدير شو الدار كيدير حتى المجلس الاقليمي والمجلس المجالس شو الضايا كيدير كيف كنتمنوا ان زينب العدوي تفعل لنا جميع تقارير المفتشية اللي داروا على المجلس الاقليمي ولا على المجلس البلدي حنا هضرنا على المجلس البلدي وتفعل بواحد الشكل باقي كنتسناو النتائج ديالو وكنتسناو ديال المجالس اللي دا شي حاجه يحطها مجموعه الجماعات الترابيه بني حسن للبيئه حتى هي راه دازت لها واحد مليار و600 مليون بطرق اللي كما قرينا في التقرير المفتشيه ماشي هي هذيك واستافدوا منها مسؤولين واستافدوا كذا كنتمناو ان تفعيل هذا تفعيل تقرير المفتشيه بخصوص الدفير ديالو بغينا التقرير يتفعل ولكن التقرير ما غيتفعلش بوحدو راه يتفعل حاجه اخرى سي انا مؤخرا تعطاتني واحد المعلومه الجماعات القرويه بالاقليم المال ديالها كتعطيه للمجلس الاقليمي وهو المجلس الاقليمي عاد تيدبر لها المشاكل ديالها انا زعما الا كان هادشي بصح غادي راه بهداله اش كدير انت الا كنتي مجلس جماعي مجلس قروي غتعطي الاموال ديالك للمجلس الاقليمي هو يدبر لك اش كدير انت غتضرب الطبل تصفق له فمشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي من خلال هذه الجوله ومن خلال هذه الجوله اللي قمنا بها في مدينه سيدي سليمان وللتذكير فقط فاحنا هذه الجوله واخذينها باحسن او افضل احياء مدينه سيدي سليمان حنا الان ما مشيناش للاحياء يعني الشعبيه او اللي كما كيسميوها كما كتسموا كما كتصنف انها احياء هامشيه حاشا واش هي هامشيه لانهم اللي كنقولوا هامشيه دخلناهم في التصنيف ديال التهميش وديال هذه المسائل مهمشه من طرف مسؤول مهمشه الناس ديالها ولكن احنا الان باهم احياء مدينه سيدي سليمان كما كنشوفوا احياء جديده المتر كاري كيساوي الشيء الفلاني 5000 درهم والفوق 6000 درهم والفوق يعني اذا حنا يعني حي راقي اللي كما كنقولوا يعني غتكون فيه ليكيبمون هي هذيك مجهز طرقات ها انتم كتشوفوا معنا الان ها ليكيبمون هاد التجهيز على طوموبيلنا ها الطوموبيل حنا سمحوا لنا على الطوموبيل بعد الله يسمح لنا منها كما كتشوفوا فها حنا كنرقصوا مع ويلو دخل نشدوا راسنا
مع هاد الحفاري اللي يعني لازقلاتك حفره كتشدك الاخرى. ف صراحه هنا نسولو فين هو الدور ديال المجلس البلدي؟ فين الدور ديال الرئيس؟ خمس سنين ما دار والو. شنو تصاوب؟ ما دار والو الرئيس، وما دار والو المجلس البلدي، وما دار والو الرئيس اللي سبقه، وما دار والو المجالس كامله المنتخبه بالاقليم كامل. حنا كنحملوهم المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. اما دابا اما امام السلطه ولا امام الاداره المركزيه عينا كنحملوهم المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. والله ما نسمحوا لكم، والله المواطن لا سمح لهم. نزيدك على حاجه دابا باش نختموا هذا البث المباشر. احنا كنتمشاو دابا في الصباح لقينا وكاين الاناره ديال سيدي ربي. نعم. ولا تمشينا في الليل، شو واحد القادوس راه هو. نعم. ولا تمشينا في الليل نتمشاو في العتمه في الظلمه، لا اناره في الليل ولا شوارع مصلوحه في الصباح. ورغم ان دازوا صفقات ديال الاناره وديال كذا ما عرفناش هادشي فين تيمشي. شكون مستفد من هذا الوضع في بن سليمان؟ اللي مستفد من هذا الوضع هما رموز الفساد اللي كيسيروا المجالس في الاقليم، هما اللي مستفدين من جهل وضعف تواصل وضعف تعبير المواطن على الصوت ديالو. ولكن الحمد لله جات دخلت شوف تي في اللي وعدتنا انها ما غتخرجش من سيدي سليمان الا انها تحل المشاكل ديال المواطنين. وهكا كنتمنوا الاعلام كامل يكون قناه شوف تي في سي سمير صوت الشعب، وحنا دائما رهن اشاره المواطن وهموم المواطن. وهذه رساله، وهذه وحنا كنستمدوا العمل ديالنا والخطابات ديالنا من التوجيهات الملكيه الساميه في كل خطاب. فصاحب الجلاله كيوجه هاد راه يعني اسهم الانتقاد، راه يعني صاحب الجلاله راه وجهها مباشره. راه من اللي كيقول لك انا كنقول هاد المسؤول اللي كيوقف في الضوء الخضر وكيشوف واحد المواطن كيعاني قدامه وكيطلع الجاج وكيزيد، فهنا هذه كانت رساله واضحه، اذا لم تستحي فافعل ما شئت. هذا هو المعنى ديالها. فيعني هذا هو المقصد، يعني هذا هو القصد، يعني غنقولوها بحال هكا. فهذا المنتخب او هذا البرلماني او هذا المسؤول الا ما يعني بينه وبين نفسه انا كشخص الا ما كنتش غنكون في واحد البلاصه وما غنكونش قيمه مضافه وما غنكونش افيكاس، فكنحس بانه حتى ذاك الاجر اللي غناخذ ولا ذاك التعويض ولا ذاك الصالير ولا غادي نحس براسي انني غير كناخذ غير عبثا هكاك بدون وجه حق صراحه. لانه ملي كنشوف انا الناس دابا الان والله العظيم ديك النهار كيقولوا لنا شباب، كيقول لك حنا ما كنحيدوش الشيشه ديال السراج من جيوبنا، ديما كنمسحوا صبابطنا ونمسحوا كذا على قبل الغيص وعلى قبل كيما كيقولوا هنا بالعاميه هنا بسيدي سليمان بالبرطيط. فالغيص الغيص الغيص درجه ديال الغبره والغيص فالحراره مشكله، الشتاء مشكلتين. فهنا المدينه ما مستافداش لا من المستوى المدني، لا النطاق الحضاري كنشوفوها هو كيعيش الهشاشه وكيعيش يعني لا بنيه تحتيه لا 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 يعني لا مرافق لا حتى شي حاجه. زائد العالم القروي حتى هو كيتخبط في مشاكل لا تعد ولا تحصى، لا طرقات لا مسالك مروريه. نعم. ومع العلم انه منطقه اقولها واعيد قولها اول منتج لفاكهه الليمون، اول منتج لفاكهه يعني عدد من الفواكه في المغرب وفي العالم ومشهود له. ملي كنقولوا مركز سيدي عبد العزيز فراه الناس كتعرف مركز سيدي عبد العزيز شنو كيسوى، والتراوات ملايين الاطنان ديال الليمون ما كاينش حتى طرق مقاده تصدر من هنا لروسيا مباشره. نعم. يعني الثروات. نعم. والثروات الفلاحيه. نعم. معروفه. نعم. بالمغرب. ولكن نعم. الاقليم ديال سيدي سليمان وجهه الغرب. نعم. راه مصنفه يمكن الاولى ولا الثانيه. نعم. في المغرب. وزائد هذا هو انه حتى يعني هنا اللي لاحظت ان المخطط مخطط المغرب الاخضر استثمر بزاف في هذه الجهه هذه، عطى بزاف، ولكن على اونيفو انا كندوي اونيفو ديال البنيات التحتيه، لان المخطط المغرب الاخضر راه ما جاش غيصوب لك طريق، ما جاش باش يصوب لك بوطو، لا راه جاي غيزرع لك ليمونه ويزرع زيتونه ويزرع حامضه ويوري كيفاش تصدرها ويدير لك بنيه تحتيه ديال الليمونه والحامضه، ماشي ديال. اذا كل واحد يتحمل مسؤوليته من 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 المكان اللي هو فيه، من المنصب اللي هو فيه، لانه اي مشروع فهو. احنا درنا هذه الجوله. نعم. انا نقول ثلاثه الملاحظات اللي لاحظت واخا انا وسيدي سليمان عاود لاحظتهم في الدوره، لاني مركز على الهفوات اللي كاينه. سيدي سليمان كامله ما فيهاش حدائق، فين ما كاينش مناطق خضراء، فين تكون متنزهات وكذا. نعم. ما كاينش الاناره في الليل. نعم. ما كاينش البنيه التحتيه الطرقات وكذا كلها مهترئه.
عاد نزيدك واحد الموضوع كبير غنناقشوه من بعد، وهو هاد الواد اللي حدانا هنا ديال واد بهت. واد بهت مشكله بيئيه خطيره، وفايت الرئيس قال لك شنو هي ديك مجموعات الجماعات ديالكم ديال البيئه، شنو كدير في واد بهت؟ وحنا شفنا انه يعني ولا مرتع ديال الروائح الكريهه وديال الزبال وديال قهرونا بالوعود، قهرونا بالشفوي لمدة 6 سنين يعني ولاية. أنا كنظن أنا نهار اللي دخلت سيدي سليمان مدة 6 سنين أنا قرب الواد لمدة 6 سنين. أنا سؤال واحد وجيه نوجهه لهاد المنتخبون، شنو داروا؟ طيب أنا متأكد إلا جاوبني وقنعني غدا نغيطوا له. ويلي 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 على واد كمان وباقي في الواد تيكون الواد الحار. هذا واد بهت الرئيس عن طريق الزوم دار واحد الندوة وقال لك سيدي ناقش المشاكل ديال الواد، هذا راه كاسك واحد 8 شهور ولا 9 شهور. ويلي ويلي غيناقش الريحة ديال واد بهت من بعد الصورة. شكرا لك. واد بهت هذا خويا ياك؟ قول تابع واد بهت. تابع الواد بهت واش هذا الروي معك؟ شوف تيفي، معك شوف تيفي، انت معنا على المباشر الان. كي داير الوضعيه ديال هذا الواد هذا خويا؟ تفضل. هذه الوضعيه ديال هذا الواد المشكل اللي عند كاين هذه الوضعيه ديال الواد. نعم. كاين واحد شي فيرمات هنا. نعم. تيقطعوا داك الماء. نعم. هو تما وداك الماء ملي تيتقطع تيولي الواد ناشف من المسائل وتيولي تيدير هذه الريحه ديال الخنز. ودابا شني ولا وهذا الروائح يعني شفنا فيه حتى الازبال كثر شويه على المدينه بزاف. نعم. وخصوصا السكان ساكن اللي هنا وهذا اللي هنا بعض المرات ملي تيشف من الممره ما تقدرش تقرب له كاع، تلقى ديك شني ولا والناس ياكلوا عينيهم شويه ديال الوصاخ وشويه ديال شي عدد ديال السميته اللي فيها. نعم. هنا كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، فهذا هو الواد اللي كيشق مدينه سيدي سليمان من الوسط، فيعني الازبال هذوك المسكن هاد السكان هنا مهدل به بزاف الوليدات الصغار وهاد الناس يعني راه صحيا بزاف كاع. نعم. بزاف بزاف على بس. نعم. بزاف. فشكرا لك سيدي، فنتمنوا ان المسؤولين ياخذوا سيدي ربي هاد الرساله توصل للمسؤولين باش يحسنوا بهاد المدينه هذه على حسب هاد الواد اللي داير هاد الريحه لهاد المواطنين هاد. نعم، نتمنوا من الله يا ربي توصلهم الرساله. شكرا لك سيدي. فمشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كتشوفوا معنا ها هي الحاله ديال الواد، حاله يرثى لها، غير اسم ديال الواد وصافي، لكن نقدر نقول لكم انها ولا واحد المكان يعني لتجمع الازبال وتجمع كل المظاهر ديال 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 الانعدام. يعني ما غاش غنقول لكم حتى شي كلمه ما غادي تليق بهذا الوضعيه اللي واصل لها هاد الواد هذا. فكنتمناو التدخل العاجل للمسؤولين يعني يرفعوا الضرر لا على الساكنه وعلى هذا الواد، يكون حتى هو يكون يعني تعطى حقه ويكون يعني كما كان ديال يكون يعني يكون واحد المكان اللي تعطاه الجماليه وفي غياب مساحات خضراء، علاش ما نستثمروش فيه ونستثمروا في الجنبات ديالو ويكون هو يعني يكون واحد المتنفس للمدينه. شكون اللي غيبتكر هذه الحلول؟ مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، ما بقى ليا الا غادي نشوفوا اخر حي غادي نشوفوه الان وغادي نشوفوا الوضعيه ديالو وغادي نختموا هذا البث هذا. كنشكركم على التتبع ديالكم يعني انكم بقيتوا معنا باش تشوفوا الوضعيه ديال مدينه سيدي سليمان في 2021 بعد نزول زخات مطريه خفيفه. وماشي واسمح لي ماشي بعد ماشي فقط الامطار، الامطار ولا بلا الامطار السي منير، شي سي منير. نعم. الامطار ولا بلا امطار طب كيفاش عيش الجعوس؟ اشوف دابا انت الطريق الرئيسيه ديال سيدي سليمان قنيطره، الطريق الرئيسيه سيدي قاسم سيدي سليمان قنيطره هي هذه، هي هذه في وقفه طوموبيل. ما بعيداش 100 متر ولا كيلومتر، خلي المشاهد يقرا. هذا مدخل ديال اش من حي هذا؟ ما عرفتش نعرف الاسماء. هذا هو المدخل ديال حي ولاد مال. هذا شوف الحي الوحيد، اسمح لي سمير. نعم. الحي الوحيد. نعم. اللي مقصي كنقولها بحرقه. علاش هاد الناس ما كيصوتوش؟ مقصي بالعكس، الحي الوحيد اللي كيستغلوه المنتخبون السياسيين لان وجود اكبر عدد من المصوتين. عاد شويه بشويه بشويه بشويه. اسمع شوف المهم. عاد شويه لغرقنا هنايا. وقعت شي مشكل؟ لا وقعت شي مشكل كنحمل المسؤوليه. مشاهدينا الهم الى كثر يضحك والله العظيم، فهذا الشيء عيب وعار. وانا صراحه كما قلت لكم فانا كمسؤول ولا انا ك يعني
كما بغيت نكون النوع ديالي كمواطن، كمواطن اولا من حق الوطن ديالي انني نكون في واحد المنصب، فان نحرك ونغير هاد الشيء اللي كاين، لانه السيفي ديالي ما غاديش ما غيستحملش انه نكون في واحد المدينه وبقات مورايا بحال هكا. هذه اساءه ليا قبل ما تكون اساءه للمدينه. قاطعك اسمح لي. صراحه غنوجه واحد السؤال. الامطار الاخيره اللي صبات سي سمير شحال تقريبا باش ولاد مالك خرجوا احتجوا على الضرر اللي تعرضوا، شحال تقريبا شهرين ولا ثلاث شهور اللي خرجوا احتجوا؟ يومين لا، شحال ديال الوقت باش تعتقل سعيد معروفيل دابا؟ ثلاث شهور. سي مونير تخيل ثلاث شهور كانت كارثه في ولاد مالك. الخيام رابت. بغيت غير نوجه السؤال، شنو داروا من تما لدابا المسؤولين السياسيين السلطه المحليه والاقليميه؟ شنو دارت؟ هذا سؤال غنوجهه للسلطه المحليه والاقليميه والسياسي، شنو داروا من نهار اللي رابوا الخيام لدابا وراه السيد مازال معتقلينه، راه مازال معتقل، شنو داروا من ديك الساعه لدابا؟ هاي الشتا اخرى صبات، وانا متاكد غنزيدك حاجه اخرى. ولكن غير للتوضيح فقط الاخ شهيد باش نكونوا واضحين. بالنسبه للاخ اللي اذا كان يعني الاعتقال ديالو في اطار شي مسطره ولا في الاطار يعني الاتهام اللي موجه ليه على حسب انه دار شي مخالفه اللي كتخالف القانون، فهنا كيبقى يعني احنا كنعرفوا بعض الناس كيبداو غير جيبيا فم وبول، كيبداو غير يا غير قصف 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 قصف. كنعرفوا بعض الناس اللي كيكونوا عاطفيين الله يحسن العوان، ما كيعرفوش كيفاش يجيروا الامور ديالهم، كيف كيتحمل المسؤوليه ديالو القانونيه. نعم، لكن هذا الشيء ما كيعنيش ان المجالس او اللي سبب المشكل اللي خلى هذاك السيد يدوي ولا ينطق انه يبقى متقاعس ويبقى جالس. يكفي اننا نطفيو هذاك اللي دوا ونبقاو حنا جالسين شادين كما كنقولوا شادين الراحه ديالنا، والمدينه كتخبط في دابا هاد الطريق عيدوزو منها تلامه. كنشوفوا السيده شوش كدير، شوف السيده شو البنيه اش كدير، شوف كدفع في الماء. شوف دابا هذا هو السؤال، انا كنوجه الرساله ديالي هذا صوت السيد الوالي، هذا صوت كنوجه الرساله ديالي للسيد وزير الداخليه، وكنوجه الرساله ديالي لسيدنا الله ينصرو، لان صراحه انا والله ما بقيت نثق شي واحد. نعم سيدنا الله ينصرك واخويا، شوف الحال ديال هاد الناس هادو. نعم احنا راه بخير الاخوان المشاهدين، الحمد لله هاد الناس اللي مع السي مونير ومشكوره شوف تي في على هاد البادره، حنا غنديو تما سي مونير. نعم نتمنى ما تبكيش، نتمنى ما تبكيش السي مونير، اقسم بالله نتمنى ما تبكيش. حنا من الغيورين، حنا مجتمع مدني اللي تلفق لنا تهم، اللي تلفق لنا شكايات، ترفعوا لنا شكايات علينا. علاش؟ لان بغينا نفضحوا الفساد، والله ما نعسوا غنفضحوا الفساد اكثر من هذا، بغينا الاصلاح. الاصلاح وزيدك حاجه اخرى، وطالبنا باشراك المقاربه التشاركيه اللي سيدنا كيذكرها ديما في الخطاب ديالو. شنو الدور ديال المجتمع المدني السي مونير؟ شي غرقه طبعا، ما تخافش ماشي مشكل، واخا الغرقه كاين الباطو ماشي مشكل. لا لا لا، شنو الدور ديال المجتمع المدني السي مونير؟ الا ما كانش كاين المؤسسات الحكوميه، كاين المؤسسات الخاصه، وكاين دور المجتمع المدني. الا ما شرفتيش دور المجتمع المدني وشرفتي الاقتراحات ديالو، حنا صالحين. وكلاب مطلوقين وكلاب منتشره. شوف نعم نعم نعم، انا معاكم انا معاكم انا معاكم، حنا كنوريو الناس هاد الضايه اللي حنا غاديين فيها. شي الاحياء اللي مرينا والله ما متضرره، شي الاحياء اللي مرينا منها وشتي الضرر وشافوا المشاهدين. والله سيدي نحلف عليها باليمين، والله ما متضرره مقارنه مع هاد الكارثه، مقارنه مع هاد الجريمه. انا نقول جريمه في حق هاد المواطن. هاد الطريق تدي المدرسه ديال الاول، دي المدرسه ديال سيمونير. الصوت عفاك، حيد هذا الصوت راه دار القلق للناس. خلق المشكل، حيد لنا الصوت ديال هذا الصوت ديال حزام السلامه. لا لا، كاين مشكل في الباب. الباب اين باب؟ صافي وسط الدرس واخا راه حيتها بحال هذيك الدقات ديال القلب. سول هذا الشاب اللي قدامنا المعاناه. السلام عليكم خويا، نسولوك عافاك، معك قناة شوف تي في، حنا على المباشر. خويا واش ديما المشكل عندكم في الطريق بحال هكا ديما هاد الحالة هكا؟ ما كاينش شي تعطينا تصريح؟ تعطينا تصريح؟ 12 عام والحالة بحال هكا؟ 12 عام والحالة بحال هكا؟ شمن 12 عام؟ 12 عام نهار هو عرف. تم الأحياء واخا
اكثر من هكا اكثر من هكا العاده. انت مازال نور الكاريته مني. تبارك الله عليك تبارك الله. شوف ارسمه تنوريك الكاريته الكاريته الجريمه الجريمه سي منير. جرائم ترتكب في حق المواطن في سيدي سليمان وفي حق دابا هذه الكرامه الاجتماعيه وهذه العداله الاجتماعيه. هذا هو العيش الكريم. هذا هو العيش الكريم. دابا واش رئيس وسيدنا وكذا هذا هو الخطاب ديالو. دابا واش المنتخب غيدير لائحه وعيجي يقول لهم صوتوا عليا. انا هذه هي السؤال اللي غتطرح عليكم. واش باقي غي زعما يقدروا بعد هاد بعد هاد الحاله هذه اللي كنشوفوا واش غيقدروا يجيو عند المواطن وغيقولوا ليه زيد صوت علينا وزيد راه يجيو عند المواطن ويقولوا صوت علينا وغيقول له غنبنيو لكم وغنصايبوا لكم وغنصلحوا لكم. ولكن فين هو البرنامج بعدا قديم؟ فين هو البرنامج؟ شوف منير الانتخابات عندها اللعب ديالها. ولاد مالك حي ولاد مالك هذا هو الحي اللي متأكثر الناس راه دايرين غير حاجز للقراب باش يوصلوا. هذا حي هذا مدينه هذه مدينه سي منير باش المشاهدين ما يعتبروش دوار. هذه مدينه تبعد على العماله ولا المجلس البلدي. لا المجلس البلدي بواحد 500 متر. نعم ما كاملاش. شوف الحي سي منير شو الناس في ساكنين. حنا غنزيدو نشوفوا شو الناس في ساكنين. شو الناس الخيام رابط لهم الديور ديالهم رابط. نعم نعم كما كتشوفوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في شوف ضو شوف الكارثه كما كتشوفوا معنا. فباقي داكشي بالطوب باقي داكشي بطريقه اللي يعني لا يعني ما بقاتش في المدن ماشي حتى المداشر ما بقاتش كتبني بهذا الشكل هذا. الان كما كتابعوا معنا على قناتكم قناه شوف تي في ف لا زعما هادشي هادشي في داخل هذه مدينه سيدي سليمان. الناس كيبنيو بالتراب وبالتبن فهادشي يعني الناس مكرفسه. الناس مكرفسه الحاله ديما عندكم بحال هكا اختي. النواور حدنا هاد الصوت هذا مشكله. السلام عليكم. عليكم السلام. لا لا واش ديما عندكم هذا المشكل هذا كتعيشوا هنايا في هاد في هاد في هاد الدوار ديال ولاد مالك مع قناه شوف تي في ديما بحال هكا ديما الغيس هي. وشنو ما كتدولا مع مسؤولين ما كتوجهوا النداء للناس يعني باش يجيو يصوبوا لكم بحال هكا ما كاينش شي واش غتقولوا لهم؟ انا غنسولك انت واش نتوما كطالبوا يعني واش كطالبوا بشي واش كتقولوا لهاد الناس يصوبوا لينا؟ انا ما عمرنا قلت شي حاجه انا نخدم. انت كتخدمي ومخليها هكا مزيان حتى هي هكا راه هذا الشيء هو اللي خلى الامور توصل لهذ الحاله. فمشاهدينا حتى اللامبالاه ديال المواطن حتى هي عندها دور كبير. فهذا الشيء كما كتشوفوا ملي غنتلاقاو فهنا كما كتشاهدوا معنا احنا جماعة زعما صراحة قايمة بالدور غانتوما كتشوفوا هذه زبالة يعني واش مكيستحياش المسؤول هنا؟ هنا حنا داخل حنا في القلب ديال مازال نناشد حي لازم نناشد السي إقليم سيدي سليمان صراحة هادشي كيدمع القلب والله العظيم. مازال ما ماشي والو هادشي مازال سي مع العلم أننا في زمن كورونا وفي زمن يعني والله لا العظيم الى القلق هذا الصوت هذا صراحه. دابا خويا راه هادو الطرقه البنيه التحتيه اللي درتنا هاد المشاكل. الله 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 الله. فصراحه مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في هذا الشيء صراحه كي ما 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 ما, ما, ما عنده حتى شي معنى. هو ان المسؤول اوت بعيد كل البعد عن المشاكل واهتمامات المواطن لا اقل ولا اكثر ونسمي الامور بمسمياتها يعني. هادشي ما دايرينوش للمشاهده بل كنحطوا يدنا على على فين كاين الخلل. نتمنوا انه يتخاذ بعين الاعتبار وتدخل الجهات اللي ممكن انها يعني تخلق تنميه تخلق تنميه داخل اقليم سيدي سليمان اللي محتاج. يعني حنا كنشوفوا راسنا الان كندورو في باديه وماشي بهذا الشكل هذا. الناس باقا كمغطيه ديورها بالميكا. شوف فهانتوما كما كتشوفوا ها دور صافي حنا في وسط حي صفيحي الان. هادشي تبنا انت كما كنشوفوا حي صفيحي
واش هادشي زعما تبنى بدون غفله كما قال سي سمير؟ ما شافوش حتى واحد زعما نديرو تبنى وشافوه واللي عطى الله عطاه. كاينه اعاده الهيكله، كاينه المبادره الوطنيه، كاينه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، كاينه مجموعه ديال الوطنيه للتنميه البشريه. سي سي منير هاكا نسمعوا بها حنا سيدي سليمان، ما خدامناش نسمعوا بها. علاش سيدي سليمان كنسمعوا بها وكنشوفوا اللي تكلمنا على المبادره؟ حنا غادي نمشيو بالطوموبيله ندوزو على نلقاو دار مارشي ديال الحوت، عرفنا الناس راه مفرش الحوت في شارع محمد الخامس. دار مارشي ديال الخضره، عرفنا الناس مفرشين في شارع محمد الخامس، لان هذاك الشيء تيدار دون اشراك المجتمع المدني، دون اشراك المهنيين. تيدارها باش يدار، تيدارها باش تدوز الصفقه، من اجل المشروع الصفقه تدوز وتريقل صافي. هذاك الشيء حنا عارفين هذا اللعب. وانت هي حفره رقم 783، انا باش كنت في طنجه كنلقى الملعب ديال القرب رقم 246، هنا يمكن لينا نقولوا الحفره رقم 748. انت هي مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، ما يعني الصوره واضحه، الصوره ها هي كتوضح بجلاء، الصوره كتعطي يعني خير. يلا ما كنشوفوها هو خيام رابط، هذو هما الخيام اللي كانوا رابوا. ولا هدار يمشي للحبس، الى هدار يمشي للحبس. انا تنقولها وكنتحمل مسؤوليتي، وحنا حتى حنا لجينا دافعنا عليه، تلفقنا التهم ونتقمعوا وتسلبنا الحريه. حنا رحنا مازال جاري معنا المحاكمه هذه الخيمه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كنشكركم على المتابعه ديالكم. كما شفتوا معنا فهاد الشيء يعني ما غاديش يكمل وواقع. سيدي سليمان كنتمنى ولو هاد الشيء، هاد الجوله، هاد الدقائق المعدوده اللي قمنا بها الان جوله عبر هذا البث المباشر، وهذا بث مباشر وهذا واقع، والكاتش جي ما كتكذبش، وداكشي اللي شفتوه هو اللي غيوصلكم عبر المباشر. هادشي نتمنوا انه نرجعوا المره الجايه وما نلقاوش هاد الحاله هادي وهاد الشكل هذا، ونتمنوا المسؤولين. فاحنا ما الا كندويو غيره على وطننا، غيره على بلادنا، بغينا كاع المدن تمشي في نفس الركب، تمشي بنفس السرعه، باش المغرب الحمد لله كامل يتقلع وكامل يمشي يعني في طريق النمو كباقي يعني المدن والحواضر ديال المملكه المغربيه الشريفه، ودائما تحت القياده الشريفه، بلاتي القياده الشريفه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. لكن مسؤولينا الله يهديكم، شو كما كتشوفوا معايا، ف هذا الشيء صراحه واقع سيدي سليمان. كباقي يعني بعد ماشي كباقي المدن، ما نقولش كباقي المدن، لكن كتبقى مدينه سيدي سليمان واقع استثنائي، لانه كنقولها واعيد قولها، ماذا فعل طيله هاد الخمس سنوات الماضيه؟ ندوي على هاد الخمس سنين الاخرى، ولا ندوي على العقد الاخير، اشنو دار المجلس الجماعي في مدينه سيدي سليمان؟ مشاريع فاشله، مبادره، هذا مشروع فاشل. نعم، هذا مشروع ديال مارشي شنو سميتو؟ شوف فيه غير واحد، فيه واحد، فيه جوج الناس. دابا هذا شوف مصغوب واحد 3 المليار ولا 4 المليار مخسوره هنايا، شنو سماوه الباعه الجاهلين؟ كان مقترح قال لك هذا حبس سيزن كله بالشراطم ديال لافور وفوق الماده سخونه، قال لك هذا يدار سيزن افضل ولا يكون ملحقا. فيه جوج الناس اللي كيبيعوا الشيء لافور خاوي. شوف امتى تبنى، شوف السيمون ديالو البيطون ديالو سي منير والمشاهدين الكرام باش يعرفوا راه عنده مده طويله باش تبنى هو مسلم. غنبقاو نقلبوا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي. صراحه سيدي سليمان مدينه، نعم مدينه تحت صدر مركب سوسو ثقافي. ها المبادره كاينه، شنو المبادره في المديره؟ اه رجع. واش المبادره؟ غادي دير هادشي هنا كتقول لي المبادره ما كايناش. المبادره كاينه، لا المبادره كاينه، كنعد الناس. نعم، هذا مشروع سوسيو ثقافي بين جمعية كذا للثقافة وكذا، و هنا الثقافة راه التحالف حيوا الملك. ولكن فين هو شو المركز كيدير؟ راه هو قايل السقوط بعدا صاحبي، شنو الثقافة غدار فيها؟ اللي جا اللي جاو داروا التتبع واللي راقبوا واللي فين اللي غيراقب، وفين هي الفلوس ديال هاد المبادرة؟ مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي، نعم أرضية كدايرة ديال الشارع اللي قدام. نعم هادشي انتم كتشوفوا الباش قدامنا ناض فيه الخز، هو خز كاع. هادشي يعني
مؤسف 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 للغاية مؤسف مؤسف للغاية واقع مدينة سيدي سليمان. مشاهدينا أنا هادشي زعما كنتمنى يا ربي يا كنتمنى من الله من الله سبحانه وتعالى انه يكونوا نخب جديده. حنا ما غاديش نبقاو حطينا يدنا لا سمح لي سيدي شهيد الله يجازيك بخير. حنا حطينا يدنا على الجرح, عرفنا شنو المشكل, شفنا الواقع ديال هذه المدينه. خص المواطن وشباب المدينه والقوى الحيه ديال المدينه تفيق بمدينتها. راه ما يمكنش شي واحد غيجي يصلح لك, راه ما يمكنش. راه حنا دخلنا رحنا في عهد دستور جديد, في عهد صلاحيات جديده اللي تعطى المواطن واحد 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 الكفاءه, تعطاته واحد البوفوار يعني, وتعطاه واحد الصلاحيات انه يكون شريك في التنميه, انه يكون يعني شريك في العمل. اذا فهنا ما بقى على المواطن الا انه يكون. شوف هذا المارشي ديال الحوت المبادره قدام المارشي كاينين الناس يبيعوا الحوت, علاش دار المارشي؟ شوف مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كما كتابعونا, تحية لرجال الأمن الوطني, تحية للناس ديال الأمن الوطني واللي كانوا نشكرهم على العمل اللي كيقوموا به على الأقل في مدينة سيدي سليمان بعدا. وهذا الشيء اللي صرحوا لنا به الإخوان أمنيا على الأقل كاين عمل كبير كديروا المؤسسة الأمنية. كنتمناو المؤسسات المنتخبة هي تمشي في الحدو ديال هاد ديال الحركية وديال الدينامية ديال المؤسسة الأمنية اللي هنا هو سوق حي أخريبكا اللي دار في إطار المبادرة. لماذا هو مغلق؟ مغلق. شو برا شنو كيبيعوا الناس؟ نعم هنا هما الكرارس كيبيعوا الحوت. كيبيعوا الحوت سبحان الله. هالسوق مسدود هما اللي الحوت. هذه مبادرة وطنية للتنمية البشرية. هو سوق خر داير الخضر والفواكه. فينا قدامو شنو تتباع؟ الخضر والفواكه. شوف السيموني, شوف هذه الكروسة اللي معنا. السوق مغلق. شوف السيموني, الدور ديال الحوت. السيموني شوف ديال الخضر والفواكه. هذا السوق نموذجي الخضر والفواكه. نعم شفتيه؟ هذا خدام بعدا. نعم ولكن ما خصش يكون خارج منه تكون الخضر والفواكه. نعم ها هو سوق الخضر, سوق نموذجي الخضر والفواكه. وعندو شي يعني كاين فيه شي نظام, كاين فيه شي خدمه, كاين فيه شي نظام, شي نظافه, كاين فيه كاينه جمعيه سهره على التنظيم ديالها. الجمعيه ما كافيش. شوف شكون واضح واش من الزباله اللي عنده اموال الازبال بالزنقه. هنا كانوا كيقولوا الزباله اللي عنده بيجي صحيح ما قادش يسير مدينه, جمعيه غتسير سوق. سمعنا خروج الاعلامي ديال الرئيس مؤخرا كيقول ان المجلس الجماعي عندكم تيقول خرافات. هذاك تيقول يفقه يفقه في الخرافات الرئيس. يفقه في رئيس المجلس الجماعي غنقول له هضره واحده. غنقول له تنتمنى وتفعيل تقرير المفتشيه وتعرض هذاك الشيء على القضاء. وقال لي عنده خروقات جيجي ولا قال لي عنده خروقات كما كتابعوا معنا. السوق ها هو ديال الملك عمومي. تتقول لك السلطه راه خدامه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي ما بقى لنا الا ونتمناو انه نكونوا في هذه الجوله هذه نكونوا عطيناكم صوره يعني عامه وحول واقع سيدي سليمان. واقع السوق نموذجي. واقع سيدي سليمان دام الملحقه الاداريه الاولى. نعم هذا واقع سيدي سليمان العمومي امام مقرها الملحقه الاداريه الاولى. يلا صراحة هذا الشيء غادي نرجعوا للعنوان ديال هذا البث المباشر. العنوان الكبير هو أن مسؤولي مدينة سيدي سليمان أوت في انتظار الأحلى والأفضل والأحسن. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كنتمنى أنه برفقة الإخوان اللي كنشكرهم سي شهيد شكرا لك على الغيرة ديالكم أولا على يعني التواصل ديالكم وحبكم لمدينتكم. فكنتمنى أنه من خلالكم يكونوا إن شاء الله يبانوا بزاف ديال شهيد وديال سمير وديال الناس اللي ممكن يرفعوا من قيمة هذه المدينة هذه, لأنهم الناس ضاقت درعاً بنفس الوجوه, الناس ضاقت درعاً بنفس السياسات بنفس الأساليب اللي ولات بائدة ولات تقليدية. نقطة صغيرة سي منير, الصور تبنى. نعم الصور تبنى. نعم قالك سيدي باش يطيو هذاك الشيء ديال السوق
نعم. ما كملوه ما صلحوه غادي نختموا هذا البث المباشر. مازال الحديث الحديث باقي. قناه شوف تي في راهنا الاشاره وحنا حنا راهنا الاشاره. ما حنا هنا الا خدمه للمواطن وخدمه لوطننا بلدنا الحبيب المغرب، واللي كنتمناو انه يزيد ويزيد لقدام. الحمد لله وحنا غاديين الحمد لله بخطى ثابته وباقي سليم. انت كتقدر تفكر ليا مره سيدي شهيد. فاحنا درنا جوله من الجهه الاخرى. كنشكرك كنشكر خويا سمير على العمل يعني الكبير اللي كيقوم به داخل المؤسسه التعليميه اللي كيشتغل بها، وكذلك كنتمناو داكشي اللي كديروا داخل المؤسسه ينتقل للمدينه سيدي سليمان. نحاولوا نفرغوا هذاك الشيء اللي كاين، هذاك المجهود ديالكم انه نرفعوا من القيمه ديال هذه المدينه هذه ونرفعوا من المستوى المعيشي ديال الساكنه. عيب تبقى عايشه الناس في هذه الضايات وفي هذه الاوساط وهذا الشيء هذا. فاحنا 2021 في انتظار انه في انتظار اش من سوق هذا؟ هذا سوق الشارع العمومي المحتل. هذا نعم. برعاية ديال المسؤولين. نعم. بلدي. فكما كتسمعوا الواقع ها هو قدامكم. كما كنقولها دائما ديروا ما بغيتوا. فهذه مسؤوليتكم وهذه بلادكم، وانتم من ستحاسبون وانتم من يعني المسؤوليه عليكم. لا ما حاسبكمش، ما كانش المحاسبه كما كنقولوا، ما كانش لما تحاسبتوش اداريا فراه كاين حساب اخر اللي هو حساب الضمير، وغيحاسبكم الناس في الصناديق. مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في، ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على التتبع ديالكم، شكرا على الاخلاص ديالكم لقناتنا والوفاء ديالكم لقناتكم قناه شوف تي في صوت الشعب. دائما في انتظار انه يتوضع حل جذري لمدينه سيدي سليمان، ويتم يعني رفع الضرر على هذه المدينه، وتركب حتى هي الركب ديال باقي المدن المغربيه، وتشد حتى هي السياق ديالها، ونشوفوها ان شاء الله مدينه تنمو يوما بعد يوم، لان لديها من المؤهلات ما يؤهلها لانها تكون قاطره للتنميه للعالم القروي اللي في جنبها. لان هذه المدينه من هنا راها كما كنقولوا كتدبر وكتسير واحد يعني عدد كبير ديال الهكتارات الصالحه للزراعه وللفلاحه، وتنتج اكبر الخيرات اللي عندها طابع دولي وعالمي. منتوجات هذه المنطقه كتوصل خارج المغرب، فلهذا نعطيو لهذه المنطقه حقها، نعطيوها القيمه ديالها اللي خاصها، القيمه ديالها اعتباريه لا هي للمواطنين ديالها، ونستثمروا في العامل البشري لانه هو اللي غيكون هو الفعال وهو قاطره التنميه الحقيقيه. في انتظار هذا وفي انتظار الافضل والاحسن، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم منير معطاوي من سيدي سليمان بوابة الغرب. إلى اللقاء.